البقية وينهم؟ أنا مستغرب ليش في ناس يكونوا موجودين ومحاضرين وأنا أشوفهم ولكن ما فيش أي تعليق، هل السبب إنه يكون مش فاهم المحاضرة أو في عيب مثلا الصوت مثلا ما يطلعش، لأنه أنا شايفة المايك حتى ما ينفتحش. طيب على الأقل علق حتى بالشات. طيب الأولاد أني ما أعتقدش إنه في عيب، هل أنا لما حد يجاوب إجابة غلط هل بروح أنقص أو بنروح نضحك عليه؟ مش عارفة ليش هذا يعني كأنه في شيء، مانيش عارف إيش الخوف إنه ما حدش يعلق، مع إنه أحيانا يكونوا متواجدين. يا ريت، شوفوا على فكرة إحنا عملنا الآن لحد الآن 9 محاضرات، وصراحة للأمانة أكثر ناس أنا مرتاحة معاهم بالأونلاين أنتم يا سنة ثالث، رغم انه سنة رابع معاكم ولكن ما اشوفش في سنة رابع وجوههم نفس الوجوه اللي دائما يشاركوني، ولكن ما ادري انتم حضوركم جدا مميز، اشوف انه في ناس كثير يتواصلوا معي. طيب اليوم لانه تركي وبلال ومنار وعبد الله هذول هم تقريبا هم هذول يعني في نفس الاشخاص اللي تجاوبوا معي، في بعض الاشخاص الثانيين ما حدش علق، بالذات ندى كانت تعلق بالاول وبعدين خلاص، مع انه كنت متفائله جدا. فبسبة انه هذول الاربعه اليوم تشاركوا معي، لذلك طبعا هذول الناس خلاص في البقيه ما بنقصش، ولكن الاربعه هذول اللي دائما مشاركين هو امجد اليوم مهلوش صح؟ أمجد كمان النوع من الناس اللي هم دائما مشاركين، فهذا الناس اللي هم دائما مشاركين معناته إنه كمان لو حصل أي عثرة بحقهم المناقشة هذا يعتبروا خلاص. البقية بيكون تقييمهم هذول الأربعة خلاص يعني يعتبر التقييم حقهم درجة كاملة صراحة. البقية اللي بقيم عليهم لما ناخذ المحاضرة الـ12 إضافة لليوم، لأنه الأربعة هذا والفضل يعود لهم جاوبوا بطريقة صحيحة، لذلك درجتين لكل واحد لكم يا سنة ثالث. بس هذا مش دائما أعملها، هذه لأول مرة ويمكن تكون لآخر مرة. فالأربعة هذول اللي دائما والناس اللي دائما يشاركوني فاعتبروا حقكم التقييم حتى بالمحاضرة الـ12، درجاتكم كاملة للتقييم. ومحاضرة اليوم لأنه المشاركة كانت جدا حلوة ويعني شفتكم فاهمين جدا، فبعمل درجتين للكل بدون استثناء، اللي حاضر ولا مش حاضر، والفضل يعود لهذول الناس الأربعة اليوم اللي شاركوني لأنه شفتكم فاهمين المقرر. أما اللي شاركوني واصل هذا خلاص جناقش ولا مناقش عادي درجتك كاملة، ما معك إلا بس أشوف لهم حقهم الواجب وأعتمد لهم الدرجة. البقية اللي ما شاركوني شاركت المحاضرة الأخيرة لأنه معك درجة مناقشة وفي معك درجة التكليف، المناقشة لابد أنكم يعني تبرزوا بالمناقشة. طيب خلونا نبدأ محاضرة اليوم. فقلنا خلينا نتكلم عن الكلين جاوسيان نويز، كانت يا إما عن طريق الإيميج أفريجينج. طيب الناس في صوت طالع يا شباب انتبهوا، في معاك الإيميج أفريجينج، كلنا نعرف كيف الفلتر حق الإيميج أفريجينج صح؟ إيش قلنا على الإيميج أفريجينج من قبل؟ الإيميج أفريجينج إيش قلنا نحن عليها من قبل؟ على المتوسط القيمة أيوه حق الفلتر أو كذا. بالضبط، يعني احنا كنا في معانا نوعين من الافرجنج صح؟ الافرج اللي أيوة ابو الزي الابو الواحدات اللي أبو بتقسمه على الواحدات، 9. أيوة، والثانية اللي توجد القيمة المتوسط. لا المتوسط ثاني والافرج ثاني، المتوسط اللي انت بترتبه تصاعديا او تنازليا وتوجد القيمة الوسطى اللي كانت بالاحصاء المتوسط، لكن الافرج يا اما تعمل مصفوفة، ركز معي شوفوا الأفرج إيش بتعمل، بتعمل مصفوفة مثلا 3 في 3 4 في 5 بحيث القيمة اللي فيها تقسمها على عددهم، أو بتكون مصفوفة الأفرج هي عبارة عن مصفوفة واحدة وتقسمها على عددهم، مثلا لو كان 3 في 3 بيكون 1 على 9، 1 على 9 كل القيم. لكن الأفرج الثانية اللي بتكون مثلا 3 في 3 صح إني بقسمها على 9 بس بتكونش على الواحد، تكون أي قيمة غير الواحد. طيب فيقول لك هنا إنه أحيانا قد تستخدم هذه الإيميج كاربتينج with Gaussian noise، يعني أنا بستخدم لو قلت لك الإيميج أفرجينج وين بستخدمها بتقول لي بستخدمها مع الجاوشن نويز، حيث فيها إنك تعمل شوفوا بالإيميج أفرجينج كمان اللي تميزها عن بقية الكلينج اللي منها للنويز إنه بالأفرجينج هنا بتجيب كوبيز أوف ذا إيميج، يعني مثلا الصورة
خليني أوضح لك أكثر قبل ما نبدأ بموضوع اليوم. أنت مثلا التقطت الصورة، صح؟ قد تلتقط الصورة، قد أحيانا الصورة تصب نويز، صح؟ أثناء ما التقاط الصورة. النويز احنا ذكرنا أنواع ستاندرد نويز، بس في معك نوع من أنواع النويز الأخيرة زي البليرنج. البليرنج كمان أعتبرها نويز، يعني أي حاجة تؤثر على الصورة أعتبرها نويز. لكن احنا ذكرنا هالصوت، الصوت يا ثالث اللي فاتح الآن المايك يغلقه. فقلنا سنة ثالث غلقوا لي المايك اللي يسمعني الآن، في أصوات بالإضافة إلى صوتي. فقلنا يمكن تصور أكثر من صورة، ركزوا كذا، ركزوا لي معي. إذا صورت الصورة الأولى ورجعت صورت ثنتين لنفس المنظر، ورجعت ثلاث ورجعت أربع ورجعت خمس، يعني مثلا افترض أني عملت صورت المنظر 5 مرات، وتخيل أنني استخدمت مثلا الستلايت عن طريق الأقمار الصناعية، مثلا الأقمار الصناعية عملت لفيو معين، سواء كان أرض زراعية سواء كان أرض صناعية سواء كان لناس بالشارع، فأني عملت صور، عملت 5 صور لنفس المنظر. هنا كيف تعرف تقارن ما بينهم؟ كيف أعرف من ال5 صور أطلع النويز؟ حد عنده فكرة؟ صورت 5 صور لنفس المنظر. من خلال الاختلافات. برافو عليك. من اللي علق الآن؟ لأنني مش مظهر الاسم. اللي علق الآن عبد الله، صح؟ عبد الله، ممتاز يا عبد الله. من خلال الاختلافات، يعني شوفوا، أي لو عملت الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالث، فالحاجة اللي قصة ثابت بالصورة الثلاثة هذا معناته الأوريجينال إيميج، تمام؟ لكن الحاجة اللي ظهرت يعني حاجة مهلاش بال3 صور حالي الاختلافات، هذه اللي نقول نويز. فمثلا افترض أني بالساتلايت أنا عملت المنظر، افترض أنه يعني قرطاس، يعني شفتم أحيانا مش الريح تطير قرطاس، مثلا قرطاس ظهر بصورة من الصور مهلش بالثاني، فاعتبر القرطاس هذا اللي ظهر بالصورة الأمامية بالصورة ايش اعتبرها؟ نويز. او افترض مثلا جات، يعني شفت احيانا غبار، احيانا شفت ريح تطير لك غبار، فمثلا عملت الصوره الاولى الصوره الثانيه طلع لي الغبار. لو تركز الغبار هي عباره عن نقاط، اقدر اعملها على انها نويز. قد تكون سولت اند بيبر، قد تكون من نوع الجوسن، لان ذرات الغبار زي ما ذرات السولت اند بيبر ولا الجاوسين، فطلعت معي هذا النقط بالصوره، فاعتبر هذا النقاط كمان جوسن. طيب افترض انني التقط بالصوره الاولى والثانيه ما فيش اي حاجه، بالصوره الثالثه اللي انا التقطت طلعت طائره، والطائره كانت ماشيه يعني غطت شويه على المنظر، هنا كمان الطائره تعتبر نويز. فاي شيء طلع على الصوره الجديده وما هلاش بكل الصور هذا معناته نويز. فمثلا افترض انك معك 5 صور، ففي حاجه ظهرت ب3 صور ما ظهرتش بالثانيات، معناته اللي ظهرت ب3 الصور هذا عبارة عن نويز نقدر ان احنا نشيلها. هذه كانت فكرة عمل الكليلينج، كيف تعمل كليلينج الجاوسيان نويز. فالجاوسيان نويز يقول لك عن طريق الايميج اوف ريجينج، يعني بتجيب اكثر من صورة التقائت لنفس الصورة هذه، سواء كانت عن طريق الساتلايت او عن طريق الكاميرا او عن طريق اي صور مخزنة لنفس المنظر بالكمبيوتر او بداخل الهارد حقك. فلما تيجي تعمل مقارنة ما بينهم، الحاجات اللي كل الصور معتمدين عليها وموجودة في كل الصور هذه اقدر ان اقول من ضمن الاوريجينال ايميج، والحاجات اللي ظهرت كذا بشكل مفاجئ هذا اعتبره نويز المفروض ازيله. ولا مثلا نحن نصور مثلا احيانا، حتى احنا خلينا بالحياه العامه لما نصور، فمثلا وانا اصور حد جنبك يعني كذا عن طريق الغلط تقول له اوه بعيد الصوره، هنا نويز. فبدل ما تعيد الصوره كنت تقدر تعمل تصوير ثاني، والصوره الاولى تستفيد منه، قارن ما بين الصورتين واحده في الشخص اللي جاء بشكل ما كانش هلا بالصورة الثانية، فيمكن إن تنزال كنويز. فالنويز اللي أنا أقصده هنا قد يكون النويز حاجة تشوهت بالصورة، وقد يكون حاجة ما نشتهاش أصلا بداخل الصورة. لكن أنا بداية على فكرة أركز إنه هذا الشابتر كثير ركزت عليه وكثير تأخرنا فيه، وحتى لو تركز اني اعيد كثير حاجات واجيب لك امثله كثيره لانه جدا مهم. بايميج بروسينج احنا دائما ما نشيش النويز اللي بداخل الصوره، النويز هذه قد تكون تشويهات وقد تكون حاجة أنا مشتيهاش، بس ما أقصدش كلمة نويز الحاجة المشوهة للصورة، زي ما كنت أقول لك مثلا من قبل كبينا مي، كبينا شاي، أو حاجة صورة كانت قد شوية فيها رطوبة فمسحت شوية من المعالم. وكمان النويز لو في حاجة أنت ما تشتيهاش حتى لو كان شكلها بالصورة حلو، أشتي أضي أمسحها، فأي حاجة ما تشتيهاش بالصورة تعتبر نويز. طيب فعلى هذا الأساس بمشي. طيب طريقة الجاوسيان، ما هو الجاوسيان عبارة عن نقاط هنا. أنا الآن لما شرحت لك هذه الحكايات شرحت لك بشكل عام كيف تحذف أي نويز،
سواء كان جاوسيون، سواء كان بوريديك، سواء كان سولت ان بيبر، سواء كانت اوبجكت انت اصلا ما تحتاجوش، يمكنك تستخدم الايميج افريجينج. الايميج افريجينج بهذه الحاله، وانك تجيب اكثر من صوره لنفس المقطع، هنا اكثر طريقه مضبطه. لكن احنا بالكتاب مشى على اساس انه استخدم هذه الطريقه للجاوسيون نويز، بس بصراحه هو بس مش للجاوسيون نويز، هو لاي نويز انت ما تحتاجوش، زي ما النويز اللي انا ذكرت لك انواعها من قبل. فبالتالي فبيقول لك تجيب different copies، يعني أنواع نسخ مختلفة للصورة، تقارن ما بينهم. الحاجات الموجودة بكل الصور المتشابهة، هذه الصورة المفروض ما عملهاش عملية ريموفينج. الحاجات اللي مختلفة هذا نعملها عملية ريموفينج، لأنها عبارة عن نويز. لذلك ركز معي أن النويز بس ما تكونش حاجة حتى لو ما كانت مشوهة بالصورة. لحد الآن واضح يا كلامي؟ دكتورة، يا دكتورة ممكن أسأل؟ تفضل. لو مثلا بس الصورة الأولى تكون عندي واضحة، بل أربعة مثلا بقية النسخ تكون غبار أو رياح، تكون الأربع الصور يعني متفقة أن هناك غبار، ولا الصورة الأولى ما تكون واضحة، هل تعتمد الصورة الأولى كصورة أصل والبقية كنويز، أم تعتمد أن البقية الأربع حسب الكمية، مثل أنه الرأي غالب على الأربع أنه مثل الغبار؟ ممتاز جدا، سؤالك جدا حلو. شوف، انا لما اروح اعمل صوره، ما بروحش اعمل صوره بنفس الوقت، مثلا نعمل تك تك تك، يعني زي ما نعمله الان بالحياه العامه. اي لما اعمل صوره مثلا بالساتلايت، مثلا بعمل مثلا بالاول، بعدين بعد ساعه بعمل المقطع الثاني، فاهم لك؟ مش فيديو متواصل، انا بعمل او قد استقطع من الفيديو، لانه احيانا قد يكون الغبار مثلا قد يكون فتره معينه بعدين ينقطع، فاهم لك قصدي؟ فاني الان مثلا الان قد احدد التايم، مثلا قد اقول الان بعد ساعه او بعد ساعتين اروح اعمل اشياء مختلفه، فاهم قصدي؟ فبالتالي بعض الفترات اكيد ما بيكونش الغبار واصل، ما بيكونش، او احيانا قد يكون في مطر ما بيكونش واصل، لانه لو زي ما قلت الان يا عبد الله، انه كان بتحصل بمشكله. المشكله انه بيقول لنا انه الغبره، لانه عملت يعني ما اكيد الغبار بيجلس فتره معينه، يعني كان بيكون معي صور يمكن حتى 100 مليون صوره، ما هو اصلا بالتالي الواحده يمكن تلتقط اكثر من 1000 صوره. فبالتالي هنا المشكله، فاروح ايش اللي اعمله بالضبط؟ لا، انا بعمل كل فتره وفتره وارجع اقارن بينهم عشان اوضح. لذلك حتى الناس اللي بيعملوا بكاميرات المراقبه مثلا، اللي بتكون على مدار ال 24 ساعه، ما اروحش اقارن الصور على نفس الفريمز. طبعا بالفيديوز في معك حاجه اسمها فريم، الفريم هذا معناته انه كل صورة من الفيديو كم بيكون معك، يعني بالفيديو الواحد قد يكون اكثر من 1000 صورة. فاني بعمل مقاطع يعني ما بين بالتايم معين، يعني اساس الحالة ما تجيش زي ما هي، واطلع الصورة الاوضح. مثلا حتى الان لو في سارق مثلا بالصورة بكاميرات المراقبة، ما بروحش اعمل حركات السارق في كل ثانية، بالثانية كم بتجيب لنا صور؟ لا، مثلا بقول له بالدقيقة الأولى، بالدقيقة الثانية، بالدقيقة الثالثة، بحيث تبين لي حركة الشخص. واللي يشتي بيفهم أكثر عن هذه النقطة، روح فيديو واعمل له عملية تقطيع، بتحصل كم يا صورة. أحيانا قد تكون الصورة الأولى والثانية ما فيش أي فرق، لأنه فصور كثيرة بتكون على نفس ما إنه نويز ظهر. افتهم له؟ وصلت المعلومة؟ أيوة طيب، في أي سؤال ثاني قبل ما أنتقل لبعده؟ طيب، نيجي على فهنا يقول لك كمان ساتلايت ايميجينج، على اساس انه زي ما قلت الان، انا قلت لك الساتلايت احد الصور اللي انا بستخدمها، ولا قد يكون الكاميرا. فاذا الساتلايت بيسز اوفر ذا سيم سبوت ميني تايمز، شوف على نفس النقطة اكثر من مرة، وي ويل اوبتاين ميني ديفرنت ايميج اوف ذا سيم بليس. زي ما قلت لك هذه انه